أنا عتاب المحبين سيدي المستشار، كنت أود أننا نتكاتف لمحاربة العري، لمحاربة الأسفاف العارية، نتكاتف للبنطلونات الممزقة في الجامعات وفي مؤسسات التعليم، لمجابهة المايوهات في مارينا ومطروح وساحل الشمال وغير ذلك، لأن كشف الأفخاذ والكتفين هو المحرم المجرم بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن، المستثنى الوجه والكفين. لكن أنا أترك العري وأترك المرأة حاصرة شعر الرأس، وأصبحت قضية المجتمع الحجاب والنقاب تبديد للجهود، وأنا أقول لك ولا أخشى في الله لومة لائم. مثل هذه القوانين هي تسيء للمناخ العام للنظام. تمام تمام يا فندم، تمام. لأني أولا النظام الحمد لله يحترم الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الدولة والمجتمع، هذا أمر دستور طبعا. فالآن أنا لا أدري يعني ليه الحملة الحمومة المسمومة. أنا بلد الأزهر الشريف، أنا رمانت الميدان، أنا لا شأن لي بدول علمانية أو ليبرالية. هذا مجتمع مسلم لا يقبل محاربة للحجاب لأن الحجاب فرض، وأيضا لا يقبل محاربة للنقاب لأنه من فضائل الأعمال وليس من رذائل الأعمال.